شوارع مدينة بيت لحم على إيقاع الاحتفال. فرق الكشفية تجوب أهم المحاور الطرقية لتقدم عروضها الموسيقية. هي بداية الاحتفال بعيد الميلاد. في خضم الحفل الموسيقي ووسط حراسة أمنية مشددة، قادما من القدس يصل حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون إلى كنيسة المعد. بالموازاة مع هذه المراسيم، حركة غير عادية تشهدها ساحة كنيسة المهد. على قدم وساق تجرى آخر الاستعدادات لتثبيت شجرة الميلاد وإضاءتها في حفل يحضره آلاف المسيحيين عبر العالم. الاحتفالات بأعياد الميلاد عبر العالم تبدأ بعد إنارة شجرة عيد الميلاد من هنا من بيت لحم، وهكذا نعلن لدول العالم عن انطلاقة الاحتفالات. بإنارة شجرة الميلاد تنطلق رسميا الاحتفالات في ساحة المهد بمشاركة مسؤولين فلسطينيين، يتقدمهم رئيس الوزراء رامي الحمد الله الذي ذكر في كلمته بالظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي. بعد نهاية تدخلات المسؤولين يبدأ الحفل الذي تخللته عروض موسيقية لمغنين فلسطينيين ورومانيين، إضافة لأوبرا من شبه جزيرة مالطا. عائلتي تحج سنوياً من كل المناطق إلى بيت لحم للمشاركة في هذه الاحتفالات. نحب أن نلتئم هنا. أنا أنحدر من القدس بينما بعض أفراد عائلتي يقطنون في الشمال، لكننا نلتقي هنا. لقد أصبح تقليداً بالنسبة لنا أن نشارك في احتفالات الميلاد وسط هذا الجو البهيج، لأننا نستمتع أكثر. ويحتفل المسيحيون في بيت لحم بإنارة شجرة الميلاد في كنيسة المهد التي يعتقد أنها بنيت على المغارة حيث ولد المسيح.